أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. أما بعد، ما زلنا في أوصاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله نختمها في هذه الحلقة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، وأخرج الطبراني عن ربعي بن حراش قال: استأذن عبد الله ابن عباس على معاوية رضي الله عنهم وقد علقت عنده بطون قريش، وسعيد بن العاص جالس عن يمينه. يبقى سيدنا معاوية في خلافته جالس، ومعه سعيد بن العاص عن يمينه، وبطون قريش يعني أحياء العرب. ودخل عبد الله ابن عباس، طبعا حبر عالم، فلما رآه معاوية مقبلا قال: يا سعيد، والله لألقين على ابن عباس رضي الله عنهما مسائل يعيا بجوابها، يعني يعجز، الجواب يكون صعب ثقيل. نعم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: ولم يعيا بخلقهن، اللي هما السبع سماوات والسبع أراضين، يعني لم يثقل عليه. فقال له سعيد: ليس مثل ابن عباس يعيا بمسائلك، يعني ابن عباس ما تعجزه مسائل ولا تثقله المسائل. فلما جلس قال له معاوية، أول سؤال: ما تقول في أبي بكر رضي الله عنه؟ الإنسان لما بيكون عظيم جدا بيصعب القول فيه أو الوصف أو الحكاية عنه. قال: رحم الله أبا بكر، كان والله للقرآن تاليا، وعن الميل نائيا، وعن الفحشاء ساهيا، وعن المنكر ناهيا، وبدينه عارفا، ومن الله خائفا، وبالليل قائما، وبالنهار صائما، ومن دنياه سالما، وعلى عدل البرية عازما، وبالمعروف آمرا، وإليه صائرا، وفي الأحوال شاكرا، ولله في الغدو والرواح ذاكرا، ولنفسه بالمصالح قاهرا، فاق أصحابه ورعا وكفافا، وزهدا وعفافا، وبرا وحياطة، وزهادة وكفاءة، فأعقب الله من ثلبه اللعائن إلى يوم القيامة. رضي الله عن أبي بكر. للقرآن تاليا وعن الميل نائيا، يعني عن العدول عن الوسط، كان متوسطا وسطا لا يميل إلى أحد الجانبين. نعم. وعن الفحشاء ساهيا، يعني ما يعرفهاش أصلا، ما يعرفش طريقتها، أي بعيدا. الفحشاء اللي هي القبيح والشنيع من قول أو فعل، يعني ساهيا، يعني لا يعرفها أصلا، وكأنه لم يدرك أو يعي بها. وعن المنكر ناهيا. طيب، ولله في الغدو والرواح ذاكرا، يعني دائم ذكر الله. حتى ورد في الأثر أنه كان إذا ذهب إلى بيت الخلاء لقضاء حاجته يضع في فمه حجرا صغيرا حتى لا يذكر الله في هذه الحالة التي يحرم فيها الذكر أثناء قضاء الحاجة. ولنفسه بالمصالح قاهرا، يعني بالخيرات ومصالح الدنيا والآخرة. فاق أصحابه ورعا وكفافا. ورعا، يعني الورع أصله الكف عن محارم الله تعالى، ثم استعير للكف عن إيه؟ المباح والحلال، وهو يدل على التقوى. طبعا الزهد أعلى من الورع. وكفافا، الكفاف ما لا يفضل عن الشيء، يعني اللي هو يكون على قدر الحاجة، أقل القليل، يعني هو بالفتح من الرزق اللي هو القوت. يبقى لما نقول الكفاف اللي هو القوت الضروري للحياة. فاق أصحابه بالورع والقناعة بالإيه؟ بالقوت يعني. وبرا وزهدا وعفافا، يعني كان أزهدهم وأعفهم وأبرهم، وحياطة حاطه حوطا وحيطة وحياطة، يعني تعهده وحفظه، يعني كان يعني في العهد والحفظ أكثرهم. وزهادة، الزهادة اللي هو زهد فيه، كمنع وسمع وكرم
زهدا وزهادة في الدين ضد الرغبة، نعم، وكفاءة، فأعقب الله من ثلبه، يعني سبه ووقع فيه اللعائن إلى يوم القيامة. قال معاوية: فما تقول في عمر بن الخطاب، في عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال: رحم الله أبا حفص، كان والله حليف الإسلام ومأوى الأيتام ومحل الإيمان وملاذ الضعفاء ومعقل الحنفاء، للخلق حصنا وللبأس عونا، قام بحق الله صابرا محتسبا، حتى أظهر الله الدين وفتح الديار، وذكر الله في الأقطار والمناهل وعلى التلال، وفي الضواحي والبقاع، وعند الخنا وقورا، وفي الشدة والرخاء شكورا، ولله في كل وقت وأوان ذكورا، فأعقب الله من يبغضه اللعنة إلى يوم الحسرة. معقل الحنفاء، وحليف الإسلام يعني إيه؟ يعني متعاهد على نصرة الإسلام. وملاذ الضعفاء يعني ملجأهم ومعاذهم. ومعقل الحنفاء يعني مركز للمسلمين. الحنفاء هو الحنيفة، اللي الحنيف اللي هو مائل عن الشرك، اللي هو الموحد يعني. ومأوى الأيتام ومحل الإيمان وملاذ الضعفاء ومعقل الحنفاء، للخلق حصنا وللبأس عونا، يعني في حال الشدة معين، يعني أظهر الله على يديه الدين وفتح الديار، وذكر الله في الأقطار يعني سائر البلاد، وعند الخنا وقورا يعني عند الفحش في القول، ذا وقار يعني له وقار. قال معاوية رضي الله عنه: فما تقول في عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ قال: رحم الله أبا عمرو، كان والله أكرم الحفدة وأوصل البررة وأصبر الغزاة، هجادا بالأسحار كثير الدموع عند ذكر الله، دائم الفكر فيما يعنيه الليل والنهار، ناهضا إلى كل مكرمة، يسعى إلى كل منجية، فرارا من كل موبقة، وصاحب الجيش والبئر، وختن المصطفى على ابنتيه، فأعقب الله من سبه الندامة إلى يوم القيامة. نعم، أكرم الحفدة يعني حفدة الرجل اللي هم بناته وأولاد أولادي كالحفيد أو الأصهار، المراد أكرمهم صهرا. نعم، أكرمهم صهرا لأنه كان واخد بنتين النبي عليه الصلاة والسلام. وأوصل البررة وأصبر الغزاة، كان يعني عنده صبر شديد في البأس. هجادا يعني كثير التهجد بالليل. طبعا التهجد هو من قيام الليل، قيام الليل لو واحد صلى من العشاء للفجر ده اسمه قيام، أما التهجد يكون بعد استراحة، يعني واحد نام شوية أول الليل وقام فاسمه متهجد. هجادا بالأسحار يعني وقت السحر اللي هو التلت الأخير من الليل، كثير الدموع عند ذكر الله، فرارا من كل موبقة يعني مهلكة، وصاحب الجيش اللي هو إيه، إشارة إلى تجهيز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة بالكثير من ماله، يعني هو معظم الجيش هو اللي جاهزه. والبئر إشارة إلى شراء بئر رومة من اليهودي، وهما صفتان تفرد بهما عثمان رضي الله عنه. وطبعا اتجوز ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة أم كلثوم والسيدة رقية رضي الله عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان عندنا ثالثة لزوجناك يا عثمان. بعد ما ماتت الأولى اداله الثانية، وماتت الثانية يقول له: لو كان عندنا ثالثة لزوجناك. ما قالوش يعني انت ايه، انت دلوقتي يقول له: انت وشك نحس، ده انا احبسك دلوقتي. كان اي حد يحصل كده يقول له: ايه ده، انت كل ما تاخد واحدة تموتها، وكان ممكن يرفع عليه قضية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لو كان عندنا ثالثة لزوجناك. وكان كامل الحياء والوقار، يعني كان اذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يعتدل له ويقابله بما لا يقابل غيره. قال معاوية: فما تقول في علي بن ابي طالب رضي الله عنه؟
قال: رحم الله أبا الحسن، كان والله علم الهدى وكهف التقى ومحل الحجى وطوب البهاء ونور السرى في ظلم الدجى، داعيا إلى المحجة العظمى، عالما بما في الصحف الأولى، وقائما بالتأويل والذكرى، متعلقا بأسباب الهدى، وتاركا للجور والأذى، وحائدا عن طرقات الردى، وخير من آمن واتقى، وسيد من تقمص وارتدى، وأفضل من حج وسعى، وأسمح من عدل وسوى، وأخطب أهل الدنيا إلا الأنبياء والنبي المصطفى، وصاحب القبلتين فهل يوازيه موحد، وزوج خير النساء وأبو السبطين، لم تر عيني مثله ولا ترى إلى يوم القيامة واللقاء، من لعنه فعليه لعنة الله والعباد إلى يوم القيامة. هذا سيدنا علي رضي الله عنه علم الهدى، يعني منار وجبل للهداية، وكهف التقى يعني ملجأ أهل التقوى، ومحل الحجة يعني العقل كله، يعني كانوا بيقول هو العقل كله سيدنا علي، وطود البهاء يعني الطود اللي هو الجبل العظيم الذاهب لعلوه في السماء، نعم له بهاء وجمال، ونور السرى يعني المراد القوم السرى، وفي المثل عند الصباح يحمد القوم السرى أو المشي، يعني يضرب به المثل في احتمال المشقة والحث على الصبر عند حتى تحمد العاقبة، نعم في ظلم الدجى يعني في شدة ظلام الليل وسواد الليل وظلمته، داعيا إلى المحجة العظمى الطريق المستقيم، نعم الكتب المنزلة على الأنبياء، وعالما بما في الصحف الأولى، وقائما بالتأويل والذكرى يعني قائما بالتذكرة والموعظة، متعلقا بأسباب الهدى، وتاركا للجور والأذى، وحائدا يعني مائلا عن طرقات الردى إلى طرقات الحق، طبعا الردى اللي هو السوء والهلاك، نعم خير من تقمص يعني أفضل من لبس القميص اللي هو الجلباب أو القميص يعني يطلق عليه كده وارتدى، وصاحب القبلتين يعني صلى إلى بيت المقدس وإلى الكعبة المكرمة، فهل يوازيه موحد، وزوجي طبعا السيدة فاطمة أبو السبطين اللي هم الحسن والحسين. قال: فما تقول في طلحة والزبير رضي الله عنهما؟ قال: رحمة الله عليهما، كان والله عفيفين برين، مسلمين طاهرين متطهرين، شهيدين عالمين، زلا زلة والله غافر لهما إن شاء الله، بالنصرة القديمة والصحبة القديمة والأفعال الجميلة. قال معاوية: فما تقول في العباس رضي الله عنه؟ قال: رحم الله أبا الفضل، كان والله صنو أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخوه ما يوازيه، وقرة عين صفي الله كهف الأقوام وسيد الأعمام، قد علا بصرا بالأمور ونظرا بالعواقب، قد زانه علم، قد تلاشت الأحساب عند ذكر فضيلته، وتباعدت الأنساب عند فخر عشيرته، ولم لا يكون كذلك، وقد ساسه أكرم من دب وهب، عبد المطلب أفخر من مشى من قريش وركبا. فذكر الحديث. قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم، ولكن يعني تكلموا فيه وذكروا الأسانيد، يعني بهذا القدر إن شاء الله نكون ختمنا هذا البعض والجزء من أوصاف الصحابة الكرام رضي الله عنهم في كتاب حياة الصحابة. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.